بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، خلونا كمان نشوف أسعار العملات والذهب وصلوا لإيه، ونبدأ بسعر الدولار الأمريكي. سعر الشراء النهاردة سجل 15.64 جنيه، أما البيع 15.74 جنيه. بالنسبة لسعر اليورو النهاردة للشراء 18.03 جنيه، أما البيع 18.26 جنيه. الجنيه الاسترليني سجل النهاردة للشراء 21.18 جنيه، أما البيع 21.46 جنيه. الريال السعودي النهاردة وصل سعر الشراء ل 4.18 جنيه، أما البيع 4.19 جنيه. الدينار الكويتي سعر الشراء النهاردة 49.25 جنيه، أما البيع 52.20 جنيه. تعالوا كمان نشوف أسعار الذهب إيه النهاردة، ونبدأ بعيار 18 اللي سجل 660 جنيه، أما عيار 21 سجل 770 جنيه، استقر كمان عيار 24 عند 880 جنيه، وأخيرا كمان سعر الجنيه الذهب النهاردة وصل ل 6160 جنيه.